معاكم عايشة من سيدي حي الغرب نواحي قنيطرة. بغيت نحكي لكم واحد القصة ديال بنتي وقعت ليا في 2015. كانت بنتي زادت عادية بحال اي وليد، زقات كل شيء. من بعد داز واحد الشهر وكاك كان حس بالعظم ديال راسها تفرق. من التفرق انا قلت يمكن وقع لها هي حكاش باقا صغيره شويه، بدا كيكبر راسها كيكبر كبر بزاف كاع. من ديتها الجلبه قالت لي الطبيبه راه هذه خصها تشوف الطبيب. ديتها شاف، ديتها على الطبيب الحومه، شافتها الطبيبه، عمرت لي الورقه وصيفطتني للقنيطره سبيطار الغابه. فاش ديتها صاب عندها الماء في راسها، تبعت مع واحد الدكتور الله يجازيه بخير هو اللي صايب دار العمليه، سميتو دار العمليه في هكايا في السبيطار. داز التيو مزيان، نجح الراس ديالها الحمد لله تفش، ولكني ما تمشاتش بقات اليد قاصحة عليها، والرجل رجلتي قصاحت ليها وعواجت. ودابا فاش كنديها للطبيب متبع لاني في سبيطار الغابة كيقولوا لي خصها الترويض، وانا دابا كاين الترويض ما كنقدرش نتبعوا ليها مزيان. كان نتبعوا لها داك الشهر شهرين صافي كنحبس، ما لانش باها ما خدامش وتوكي حال يعاني من الامراض، لانش كيتبوشوا ليه العروق وعنده القلب، طلع له السكر والكوليسترول والطونسيو وكل شيء عنده طالع له، لدرجه ان بعض المرات رجليه كيولوا دايرين كيتمسحوا كيولوا حمرين، ما كتبقاش عنده ديك الجلده في رجليه. سميتو حتى هو كيعاني بحكم من الامراض. دابا بنتي، رجع لبنتي بعدا، بنتي ما كنتبعش لها الترويض لان الشراب باها ما خدامش ومريض كما قلت لكم. او سميتو دابا انا قلبت على خدمه لانش انا ما قارياش، حتى واحد ما كيقبلني في الخدمه كيقول على الاقل تكون عندك السابعه ولا هذا. انا عمر مدرسه ما دخلت ليها، دفعت للفلاحه، دخلت لواحد الفيرما خدمت فيها، ولكن نار ما كنخدمش يوميا وداك الثمن قليل. يالله كيكافيك مع الماكله مع المصروف تاع الدار. بنتي مسكينه كتبقى في الدار مع خوتها، بعض المرات مع باها. بنتي دهورت، ما بقاش كتشرب الدواء في الوقت، ما بقاتش داك الترويض اللي انا قلت غنوض نخدم وغنديروا ليها، ما بقيت درتوش ليها كاع. في مره حبست ومسكينه ما كتهضر ما والو، باش غتقول لهم في الجوع ولا تقول لهم في العطش، مسكينه كتبقى تبكي كتعرفوش مالها. وبقى الخدمه من مشيت ليها كنخدم نهار ونريح، كثر كنريح مع بنتي لان شي اصلا ما عمرها ما برات منها. كان كيبدا الريح ديما كيمرضوا لي ولادي بثلاثه، هما صفاء واسم محمد وفاطمه الزهره اللي هي مريضه، ديما مراض وكيدخل هذا البرد صافي عندهم الحساسيه كيمرضوا. وانا اصلا نيت كانت كيتبوشوا لي العروق هنايا بالعصاب، كنولي سميتو ما كنبقاش طلع لي النفس بقوه، ما كنعيش هاد المشاكل كامله كنتخنق. دابا بقيت عرفت واش نعالج بنتي ولا نعالج راسي ولا نعالج باها، ولا ما بقينا هكايا ضايعين. كنتمنى من المسؤولين هاد المحسنين الله يجازيهم بخير، ومن سيدنا كنتمنى يشوف فينا ويشوف الحاله ديالنا. السكنه تاعي مكرفسين فيها، ما عندي ضو، ما عندي سطح كنشرها في الدار، حوايجي اللي كنبغي نصبرهم كنلقى معاهم مشكل، كامل الحوايج اللي كنلبسهم كنصبرهم كنشارهم في الدار، ولكن الفراش المانطا داكشي ما كنلقاش في النشارهم، كنلقى مشكل بزاف. ايوا كنتمناكم الله يجازيكم بخير
تعاونونا، وكنشكر هاد القناة اللي كبرت بينا وجو عندنا حتى للدار، كنشكرهم بزاف. او سميتو اللي بغى الله يجيكم يجازيكم بخير، اللي بغى يعاوننا النمرة ديالي 06 14 63 53 70، الله يجازيكم بخير لما عاونونا على هاد الحالة اللي كنعيشوها. الدار عندنا كتغمل كتولي خضراء في هاد الوقيتة هادي، في الشتا ما كتبقاش تدخلوا ليها بهاديك الغمل، وكتولي فيها واحد الريحة اللي سيئة ما تقدرش تعيشوا فيها. كنطلب منكم الله يرحم لكم الوالدين تعاونونا، الله يجازيكم بخير. انا كنتمنى اللي عاجي يا بنتي، بغيت واحد النهار تشوف بنتي كتمشي على رجليها وكتاكل تاخذ الحاجه اللي بغات. بنتي مسكينه كتبقى جالسه في هكا في كرسي متحرك، ولا كنحطها كنفرش لها في الارض، ولا ما كتنوضش مره كتبقى انا ساكي، وملي نبغي نوكلها كنزن نجلسها بحال في شي سداري وكندير لها الخضه باش ما تطيحش، وكنبقى نوكلها. ومسكينه من الدراجة ما كتقول لي لا بغيت ناكل لا والو، كتبقى تبكي. البارح مسكينه بقات كتبكي ما عرفتش مالها، كنحط لها الماكل ما باغاش تاكل، كنعطيها تشرب ما باغاش تشرب، ركبتها ما بغاتش تسكت ليا. بعض المرات ما كنبقاش نعرف الحاله ديالها كيفاش نوصفها، ما كنبقاش نفهمها كاع. في مره كنحمد الله وكنشكر وكنتمنى منكم تشوفوا هاد الحاله ديالنا وتعاونوني على بنتي، الله يجازيكم بخير.